زي ما شفتوا حضراتكم هنتكلم بنتكلم على موضوع طرح تذاكر بطوله كاس فيفا انتر كونتيننتال يمكن النادي الاهلي منذ قليل وعبر صفحته الرسميه نشر تفاصيل متعلقه بطرح التذاكر سواء في اللقاء الاول 11 ديسمبر 14 ديسمبر و 18 ديسمبر قدامكم على الشاشه توقيت طرح التذاكر 14 نوفمبر لحملي بطاقة فيزا الخاصة بالاتحاد الدولي و21 نوفمبر لباقي الجمهور عبر منصة بيع التذاكر على موقع الفيفا الرسمي 40 ريال قطري دي بداية التذاكر أو سعر التذاكر في مباراة الأهلي مع الفاز من درب الأمريكتين يوم 14 ديسمبر وفي الفاينل مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 تبدأ التذاكر من 200 ريال قطري نتمنى يا رب بإذن الله نشوف جماهير الأهلي في كل مكان أنا عارف جماهير الأهلي في قطر في السعودية في الإمارات الناس كلها هتتحرك من كل الوطن العربي وأرجاء الوطن العربي عشان حضور المباراة وتشجيع الأهلي لسه كمان كمان جمهور الأهلي في مصر أكيد هيبدأ يحضر ويشتغل على فكرة السفر ومؤازرة فريق الأهلي والأهلي كده كده ليه ربطة مشجعين في قطر عاملة مجهود كبير جدا وسبق قبل كده وحضرنا وشوفنا فعاليات عديدة جدا بيشتغلوا إزاي على حضور الجماهير توزيع التذاكر المسانده والتيفو والدخلات والتشجيع في الملاعب هناك والتنسيق مع اللجنه المنظمه المحليه اكيد في الحلقات اللي جايه هيكون عندنا تفاصيل اكتر من خلال ربطه المشجعين في الدوحه وهنعرف كل التفاصيل اكيد في الفترات والايام القادمه باذن الله